أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أن مملكة البحرين تواصل جهودها لتطوير بروتوكولاتها العلاجي بما يتماشى مع تطورات الفيروس ومستجدات تجارب الدول التي تحقق نجاحا ملحوظا في استخدام علاج معين للفيروس، ومشيرا معاليه لأن نقل البلازما من الحالات التي تعافت من الفيروس إلى الحالات القائمة أثبتت فعاليته في نقل المناعة أو في نقل المناعة لمواجهة الفيروس، حيث أظهرت نتائج سريرية في عدة دول أن هناك تحسنا في الأعراض السريرية بعد 12 إلى 24 ساعة من تلقي الحالات القائمة للعلاج، وانخفضت مؤشرات الالتهاب الرئيسة بشكل ملحوظ، وتحسنت بعض المؤشرات الرئيسة مثل تشبع الأكسجين في الدم بشكل كامل. أضاف بأنه تم تشكيل فريق لتنفيذ البحوث السريرية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد برئاسة معالي اللواء البروفيسور الشيخ خالد بن علي الخليفة قائد الخدمات الطبية الملكية، ومبينا معاليه بأن الفريق في صدد تنفيذ التجارب السريرية حاليا لتشمل على 20 حالة قائمة في مراكز العزل والعلاج، وذلك لنقل أجسام مضادة موجهة ضد الفيروس من بلازما دم المتعافين إليها للاستفادة من بلازما النقاها، كما سيتم إجراء تقييم أولي بصورة يومية مع بدء التجربة السريرية والتي يمكن تمديدها اعتمادا على النتائج، منوهة بأنه سيتم فتح باب التبرع بالبلازما في بنك الدم بالمستشفى العسكري، وذلك للحالات التي تعافت من فيروس كورونا مؤخراً.